يبقى جانب دي كان محمدت نقطة ونقطتين عشان نشوف الله استبدو توقفتني. الصحابة لما أسلموا وبقى النبي بعثهم في سرايا حصل طبعا غلطة غلطة انه واحد جاي وجه مسكوه قال اسلمت او لم يحسن ان يقول اسلمت فقال صدقت حاجه كده فقتل بعد ان قالها يا اسامه عارفين كلكم قصه ربنا بيقول الصوره اللي قرناها النهارده في النساء يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله المغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كلمة إيه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وبالتالي نتنبه احنا أنت بتصلي لقيت واحد ما بيصليش ما تسبش فيه وتلعب بقى وتحتقره وتجيله على دماغه وتقول وتعيد فيه ليه؟ كذلك كنت من قبل فمن الله عليك بصيره بقى هو اللي خلاك فيه الجامع مين؟ اللي خلاك يصلي القيامة وتقعد تسمع درس مين؟ اللي خلاك تبقى خايف من ربنا وبتتقي مرضات الله من ربنا اللي مش كده بقى اللي مش كده خليك خنين عليه حببه في الله شدهم بالحنان بالعظة الحسنة بالراحة وتنبه اوعى تختال وتفتخر عليه ليه؟ لان انت كنت زيه اللي خلاك بقيت حلو كده فضل الله عليك فضل الله عليك فكلمة كذلك كنتم من قبل بتنبهنا ان احنا ما نحتقرش حد وما نتعالاش على حد او نتفاخر او نتعاظم او نتباهى بالطاعة على غير الطائع ان قد كنا قبل ذلك مثله سنوات فدائما تتقى فيه فالست ربنا هداها ولبست اللبس الشرعي تشوف الست الثانية من الدوام تقول اعوذ بالله فكذا كذا كذا وتحكي وتختار تختال عليه طب ما انت كنت كده وربنا اللي هداك انت بقى تقرا القران وتعلمت التجويد وبتاع وتلاقي واحد مش عارف يقرا القران العمر مثل مصحف تقوم تقعد بقى كده واخد بنفسك طب ما هو انت ما تاخدوش ايه؟ ما كنتش تعرف تقرا وربنا اللي علمك وربنا اللي علمك حتى الكتابه والقرايه اللي علمها لنا ربنا دول عليكم مش انتوا اتعلمتوا الكتابه في المدارس في اللي علمكم الكتابه المدرسين طب مش ربنا بيقول ايه؟ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله نزلت ازاي؟ ربنا ما اتعلمتش في المدرسه ما ربنا معلمك طب ما انت دخلت المدرسه انت وغيرك انت اتخرجت وتعلمت غيرك وما تعلمش ما تعلمش مش كده؟ انا كنت في المدرسه الابتدائي ومعايا ولد جاري ودي ناس طيبين قوي عيله شهيره جدا ودخلنا سنه سنه مع بعض اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي من غير خجل من البيت انا كملت هو ما كملش ما قدرش يكمل مع ان ايه القصه الطيبه دي ومرت الايام ودارت وطبقت من الايام ما اعرفش هو فين لكن فوجئت بانه ممثل في سفه مسرحيه وبعدين بدا يمثل في الافلام وفي السينما ويا ريت يمثل زيي يعني يمسك كده الدرع الخشاي مش عارف ايه الحاجات دي لا سبحان الله لا كان جميل في المدرسة وجاري في البيت ساكن تحتية على طول ومن عيلة كبيرة عيلة كبيرة لها اسم واسم معروف واسم معروف عيلة كلها نفس أصابي وأكارم لكن ربنا ما وفقوش في التعليم ومش في الشقة دي يطلع في الطب بواب صعيدي ويعود بقه كده ومش عارف ايه الابواب كده صغيره الابواب بتاع جزء الابواب كل ما كنت اسمع عنه او اشوفه
عليك كثيرا. فالكتابة اللي انت تعملتها لأن ذلك بشكل يقول ايه إذا تداينتم بلين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كلا